راني راضيه نزوج وليدي. هل وليدك واجد باش يتزوج؟ انت تزوج بنتك بالطبطيب، جاوي طبطبون زوج، علاش خاش طبطبولي؟ بصح بنتك راهي واجده للزواج. هذا هو الاشكال. الزواج المبكر ماهوش مبني على كارت دونديتي ولا مبني على تاريخ الميلاد، مبني على هل هذا الولد راه واجد باش يقود اسره. لانه كي نقول لك انا اسره، كي نقول لك تزوج وليدك، معناتها نحط ولد للعام الجاي يولي اب الى ربي قدامه، وهي باش يكون اب مسؤول. دوك اذا هذا الانسان يقدر يقلب الدنيا على رجال لو كان ما يلقاش في شعره، هذا تحملوا مسؤوليه مرأة. ومن بعد وش يصرى المشكل؟ هذا هو المشكل الكبير، هو الاحتواء العائلي. فيقى الاب والام الاصليين هما اللي يربيو وهما يتحملوا هذا الاخر ويصبروا عليه. وكان عندي واحد الفيديو تاع زوجوه باش يستقل ولا زوجوها باش تحط رجليها. لا ما راناش نلعبوا. الزواج راه مسؤوليه، لازم نتفاهموا باللي بناء اسره راهي حاجه كبيره، قياده امه، اسره بالاسره اللي خرج لنا العربي بن مهيدي وعلي لابوانت وخرجوا لنا الابطال من الاسره ديالو.